المده الاخرى الكل والفلوس اللي تصدرت طلعت النادي السياسي منعته. صحيح برشا ناس تلوم توا وعلاش ما تهزش تيتر وكل شيء، احنا في وقت من الاوقات كنا نحكيو على صار مع الارتياح وعلى منع من الانتداب وكل شيء. توا تبني، توا لازم نزيدو نبنيو باش نزيدو نبنيو، لانه الفتره هذه نتاع شهر ولا شهرين لازم نزيدو نبنيو على اللي صار، وثم يمكن موارد ماليه باش تجي من معناتها من بيع اللاعبيه ولا من سبونسور وكذا وكل شيء. ماهياش باش تحط موازنات زيرو راهو، اما كيف كيف باش تولي الوضعيه احسن وثم اكثر اريحيه وثم اقل مشاكل. مي ما نجموش نخطو احنا كهيئه تسييريه ولا حتى غدوه كهيئه مديره من دون الاعلاميه للدعم، من دون لابور الكبير نتاع الهيئه العليا للدعم. بقى بالنسبه لي انا يجب ترشيد، خاطر توا الفلوس الصعيبه والعزيزه اللي عرفناها في العام التالي ولا العام ونص التالي وعرفناها وين مشات في بلاصتها، انا نعتبره انه يجب ترشيد معناتها التصرف في الاموال اللي باش تجي بالصوره من الهيئه العليا للدعم ولا من موارد اخرى كليكا. وفي الترشيد هذا يمكن ثم شيء باش يعجب ثم شيء ما يعجبش، ثم راهو زاد كيف كان باش نرشد يمكن ثم حوايج ما نجمش نعملها، يمكن ما نجمش نجيب لاعبيه كبار، ما نجمش نجيب لاعبيه كذا، معناتها هذا كليكا راهو ناس لازم تفهموا وتتقبلوا. علاش باش نقعدوا في ان بالي ونقعدوا على سكه صحيحه باش ما نعاودوش نطيحوا. واليوم مثلا من الافكار اللي سمعتها وهي افكار خارقه بعضها، لانه زاد كيف علاش ما نعملوش صندوق سبيسيال ريكروتمون، وثم تطرح طرحت الفكره وتمت مساندتها، وثم معناتها ثم ناس في الهيئه العليا للدعم يلي اعرفوا عن استعدادهم وانهم باش يحطوا فلوس باش نحطوا بيجي سبيسيال ريكروتمون، باش انت حتى في الجيستيون تاعك كل شيء ما تبداش عندك حوايج اللي يمكن تعطلك نهارك ولا تشدلك الحركه نتاعك ولا 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 تقلق برشا. واحنا ثقتنا كبيره ياسر في سي عبد العزيز المغلوبي في كافه اعضاء لجنه الدعم، يعني حتى اليوم برهنوا على دعم ليميديا في حتى في حاجات معناتها حينيه وانيه، وان شاء الله ربي يقدرنا وانه نعملوا خير من اكثر.